أستاذ مراد العرفاوي، خبير من منظمة الجمارك العالمية، ما هي أهمية قياس زمن الإفراج عن البضائع، وما هي تأثيراته على النمو وتنافسية البلد الاقتصادية؟ شكرا على هذه الاستضافة. الموضوع الورشة، هذه الورشة اللي نقدمها نحن إلى فائدة الجمارك وكل المنظمات الحكومية والقطاع الخاص الموجودين على الحدود، تكمن الأهمية في تدريبهم على كيفية قياس زمن الإفراج. لماذا ندربهم على كيفية دراسة زمن الإفراج عن البضاعة؟ كما تعلمون، الإجراءات على الحدود هي إجراءات تقوم بها العديد من الأطراف. هذه الإجراءات كلما تم تبسيطها وتسهيلها، كلما كانت تكلفة عملية التوريد أقل وزمن الإفراج يكون أقل، وهذا يساهم أولا في تقليص التكلفة، ثانيا في تقليص الوقت، ثالثا في زيادة التنافسية الاقتصادية للدولة، لأن المستثمر الخارجي لما يجد أن هنالك تعقيدات فيما يتعلق بتصدير بضائعه التي تأتي أو يتم توريد المواد الأولية لتصنيعها في مثلا في لبنان، إذا كان هنالك في تعقيدات كبيرة في إعادة تصدير هذه البضائع أو المنتجات بعد تصنيعها، سوف يفكر 1000 مرة قبل أن يأتي إلى لبنان، وهذا يؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية، وأيضا يزيد من كلفة البضائع على المستهلك أيضا الوطني. إذا كان أي بضاعة تدخل إلى لبنان عن طريق عملية توريد، إذا كان في تعطيل كبير وتعقيدات، هذا يؤثر أيضا على التكلفة وعلى الجانب الاقتصادي. شكرا أستاذ مراد. شكرا.